أتواجد هنا في مجمع الشفاء الطبي، حيث يوجد في هذه اللحظات جثامين شهداء وعدد من الإصابات جراء الأحداث التي حدثت عصر هذا اليوم على الحدود الشرقية لقطاع غزة. كان هناك تظاهرة للشبان الفلسطينيين على الحدود الشرقية لقطاع غزة، بالتحديد شرق مدينة غزة. الاحتلال الإسرائيلي قام بإطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع والرصاص الحي والمطاطي على المتظاهرين، من ثم كان هناك تقدم لعدد من الشبان باتجاه السياج الفاصل ما بين قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي، ومن ثم حدث انفجارا ضخما أصدر أو نتج عنه شهداء حتى هذه اللحظة وعدد من الإصابات الخطيرة. وزارة الصحة قالت أن هناك 19 إصابة حتى هذه اللحظة، من بين هذه الإصابات إصابات خطيرة وإصابات متوسطة وإصابات طفيفة. هناك حالة من الهلع وسط صفوف المواطنين، لا سيما من هرعوا إلى مجمع الشفاء الطبي في هذه اللحظات ليطمئنوا على أبنائهم، وأيضا يرتقبون حالة الوضع الميداني في قطاع غزة، خصوصا وأن الفصائل الفلسطينية في القطاع حملت الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة على نتائج ما قام به الاحتلال الإسرائيلي ضد المتظاهرين السلميين على الحدود الشرقية لقطاع غزة. محمد أبو ناموس، الغد، غزة، فلسطين.